المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة التي تتعلق برابح فضل الله ودخول الاستعمار في تشاد. ففي يوم 22 أبريل سنة 1900، النصارى بعد حرب شديد قتلوا رابح ودخلوا هنا في المحل بعد ده سموه فورلامي، وبعد فورلامي بعد ده غيروا اسمه وسموه انجمينا. عشان ده اليوم بالمناسبة أنا تقريبا 115 سنة عن الحرب البيجي بين رابح والنصارى. قابلنا واحد من أبهاتنا وأجدادنا المؤرخين الكبار اللي هو السيد محمد عز الدين أبكر، عشان يكلمنا برابح فضل الله وكيف الدواس بين رابح فضل الله والنصارى بيجي. السلام عليكم نعم، وعليكم سيد. السلام. نعم السيد محمد عز الدين أبكر، نعم. أولا كلمنا بأنت ذاتك كده، ميلادك ولدوك في وين، وكيف التاريخ الحصة قاعد تكلمنا ده سميته من ياتو. أنا ده مولود في كيلو جدي، أنا ده باشا، أنا سلطان، أنا الرابع ده درافو، أنا الرابع، أنا سلطان، أنا جورنج ده في إيده، وباشا ده أخو والد أبو والد أمه، وجدي ده بس الماسك الدرافو، أنا سلطان جورنج وكيد داك جو رابي وكيد بدور بداوس اللي قورن دا أرسل لي جوابات لي سلطان أنا أبيشي. سلطان أنا أبيشي لما فغرة جاب 40 تور دبوه طبوه ما قدر جاب. وحسك يا حاليا أنت عمرك كم سنة؟ أنا عمري اليوم أنا مولود في 1936. 1936 أيوة. نعم 1936 ده 1936 و30 ده ميلادك في كيلو. ده ميلادي. سمعته هسه حاليا، كلمنا التاريخ هسه قاعد تحجي لنا ده انت سميته من يا ها. جدي جدي بس ماسك الدرافو هنا قورة ذاتك، وماسك الدرافو ده الرايدة في ايده، الدرافو ده جابه من تركيا وجابه لي خرارة، خرارة ده هسه كل قايد، وجابه لهم كدامول كداميل للأساكر. خرارة ده مثل كيف شنو؟ خرارة ده مثل خيمة كي. خيمة كي. أيوة أيوة. لا هسه كله قاعد. كان ولد السلطان مات، ولا من أجابتين السلطان مات ده، وهو في رأسه يركض فوقه حتى فقير يمشي يستر. هسه كله قاعد جابوا من تركيا. نعم. تو أولا كي حجي لنا في رابح، كي رابح ذاته كي ولده في وين، وكي كيف قدر كون جيش لحد ما يجي هنا على تشاد وهو يحكي. أها رابح ده أنا جدي ده هدرته 1936 ده أنا ولدوني، لغاية 1950 ده خلاص جدي أتوفى. التوفى ده شيء الفيدو كله أنا قاعد جنبه أوراني بيه البيجي فوق كله. أول هو أسكر أنا ألمان جدا ده. جدي ده أسكر أنا ألمان. ألمان ترى دوم من دوبا، جو ترى دوم من بولون، جو ترى دوم من كوربل، مش ترى دوم جو سبو في لاي في تانجيلي، جو ترى دوم منا، مش ترى دوم من فيانغا، خلاص مشوا ليري يدخلوا كامرون. خلاص هو فدل، يوم فدل ده سلطان قورن شاله معايا، ده الرابي كله خلاص قرب جاي. تو رابي ذاتك بداية ميلاد ولده في وين، وكيف قدر كون جيش لحد ما جاء عليه؟ رابي ده ولده في التاريخ اللي هو أورانا ده قال لنا الرابي ده ولده في مكان واحد بيقولوا له يعني جهاليين في السودان، في جهاليين. ورابي مشى شعره عسكري وده في مصر عسكر انا انجليز، بعدين مشى في المعسكر ده اصبع ده انقطع في وقت التدريب. ايوه وكده اصبع انقطع خلاص طردوا من العساكر، لان اصبع انقطع ما يقدر بتن هم ما بقبلوا، الانجليز ما يقبلوا. وكده طردوا خلاص، دبر كي شال لي بندق ثلاثه، جا دخل بيها في السودان، جا قاعد مع امير باشا سنة. هم الإنجليز دخلوا في مصر خلاص، جو أرسلوا لي لأمير باشا قال لي أنينا جايين، كان تجينا أنت معانا موافق معانا، خلاص كان ما موافق معانا أنت أوسوك.
فهو نسيبة قاعد هناك في مصر. نسيبة ل... نسيبة لأمير باشا. قال لي ناس دول قويين ما تقدر داويسهم. طابين بس تلقى لك مهيل تقعد. هو قال خلاص. كتب لهم جواب قال أنا ما أكو أنا ما عندي داويسكم تعالوا. رابي قال هم دول هوانين ما تقعد معهم. قال خلاص أنا وافق معهم. هو خبن خلاص شال بندقة مرق. مرق جاء في تراب أنا فاشر. درابي. جاء في تراب فاشر ده. خلاص كون لي جيش. الجيش ده بمشي بجوب لي نهاس بجوب لي فرو أنا نمر سمنفيل من الجنوب وكيكي بلاي وبمشي بيئة للإنجليز. حسن الوكيل ده بمشي بيئة في الإنجليز للإنجليز. كان بقاي يدبر لهم بندق يجيب لهم. كان بقاي لقاي لقوا 12 بندق. رابح دور. في دارفور هناك لقوا 12 بندق. فخلاص وكده الانجليز جو دخلوا في السودان ده يهو ذهب جاي ذهب كي لقيت جاب دور بداوس لسلطان نابش. سلطان نابش الثاني دبا 100 بقرة الدم ده لقيت جرى كي دخل لبرجياني. برجياني ده بير قديم خلاص ما قدر جاء هو مشى بعم التيمان ضبح البقر ده البقر ختم عشان سهره لم الفقرة كله لمه سوى يرفيتهم كله قريب شهرين ده قاعدين زول ما يمشي بيته إلا كاربين سبيه بس ما قدر يلا زوخ الأصفاد فات بكي مشى لقي سلطان عبد القادر هننديلي قاعد ده وكي ده كو إسلامي هو بس في كندا ده على وين؟ ده على هننديلي ديلي دي هننديلي حتة واحدة قريب ما بنجي نصها في بنجي نصها في شهر أيوة يا رونغا فخلاص مشى قاعد معايا هناك تو بدأ بيشيل أسكر أسكر الجابي من هناك ده يا تو بند قريش هم شيعة جايني بيشيل من منجا وبيشيل من بند هناك سنتر أفريق بيشيل من منجا بيشيل من بند وبيشيل من سرقبة خلاص قوان لهم جيش ودربهم أديل ويلا إني قورن دربا قرمي جاء لقائد بلون جو أورو لي قورن قالوا لي كي رابي ترى جاء في بلون وركب جواد خلاص جنجل ده ناس الوراي ما يفوتوا 50 رجل جاء مش قابلين الرابع ناس الماي ده ماتوا ودول بس 10 رجل قبل جارك في هجر ميتوا وكت جاي ده وكت ده بيكوري دي هيل قاعدة بيكوري الحصة حلينا هل حصة ده قال هيل ده وينو قاعد في كداد ساكت مثل ده قالوا هيل أنا كداد ساكت بيكوري ده بمعنى باقرمي ده يعني هيل كداد بكلام باقرين ده قورن يا مسال يجاريك في هجر مويته خلاص من وقت ده خطوه بيكورو بيكورو بس ايه بمعنى باقرين بكلام باقرين يا خطوه بيكورو يعني ايوه هيل كدادي صح جاريك في هجر مويته بعدين وقت ده مويته كان سياتا كوكا لقيت هسه كله ورا الهجر ده بقول له مونغنانا ده سياتا مويته يا تو كوكا ما بلال خلاص ركب هني في الهجر قال حسن السيد كيف أرسل الناس في تشكنا يجوني خلاص أرسل الناس اللايم والباقرين يبوه رابهم هدر يجي ده المندرة 500 راجل قاموا من هناك جايين بين الشاشيب مندرة ده تابعين ليه قوران بوجه بساعدوا ليه قوران أمبرم كده بشيف أجاج قال ده شنو قال دول المندرة وماشين وين قال جايين لك انت أمبرم كده بشيف الكانونباي وكل شال ليه 100 جواد و500 راجل بين الشاشين ده أنا سلطنة ده كانم أنا كانم جايين ليه وده شنو قال ده الأليفة جاي لك جو ليه موان ليه أنا وكان ده نموت طوال بطن ما نمشي ده في كوتي ده في مويتو أنا مويتو أصلا مويتو ده بكلام باقرمي ده نموت طوال بطن ما نمشي ده بس معناه ما يندر مويتو مويتو مويتا ده مويتا مكعب دالي ده بكلام باقرمي خلاص هم دول من جولي ده قشوا لي رابي قشوا لي قبل مشى أم التيمان بطان مشى أم التيمان ما يقول ساكت مشى ده نصارى تنين جو من بنجي جو دخلوا في بيت السلطان هو جاء قائد مع السلطان برا يعني في البوكان ده رابي ما داوسام ولا داوسام دا وسام طردوا لحد خلاص قائد مشى أم التيمان هنا أيوة. مشى دخل في أنديلي مشى لجي سلطان عبد القادر مش ده النصراني واحد من داخل جماري كيش شافه عند كيلو ده يوم رقب استلاقه ده درجه
رابح رابح قال لا لا درب في جمالة تدور بقال ده كافر أقتله في محل السلطان محل السلطان قدام السلطان مثل ده ما فتن وما عنده قدرة فاتة السلطان خلاص قالوا له واحد آخر داخل مش دخل لي ده كل ضربة قتله يا أرسلوا في بنجي ناس هنا بنجي هناك أرسلوا لهم ناس جو سووا كيس شالوا من نصارى ده ودهم بنجي قسم في باتو ودهم برازيل الكاتالون الكاتالون ده خلاص هو رابي خلاص من هناك ده الجنجل توا جاب تراب نصارى وكي ده صار دي بيقولوا له كوكاكا نادو كوكاكا وسياتا ده تونيا وجنبهم كمان البوا على جد دخل في سار جد دخل ده البوا قموا له بهرابهم بكرابيج داوسو الا لا شهرين ما قدر دخل ده في كوكاكا في كوربل ما قدر دخل خلاص راجل انا بنيته بنيته هو دي الراجل هذا هو قتله قتله في الحرب قتله في الحرب يجي خلاص دخل سياسة الناس دول ده أخير نكسبهم يجي دخل لهم كي كيش علام هو دول ورايا معه بيقوا عسكرة خلاص بيقوا عسكرة خلاص جاي داوس عليه قورن قورن مش لاقي هناك في هجر كونو هجر كونو ده من كونو ده برا كي كونو كنجا برا ده سيادة قوري مش داوس هنا سبع سنة سبع سنة سبع سنة وسبع يوم بداوس بس بداوس بس خلاص داوسو كي هو عند بنادق شديد بندق أنا نصار الرابع قوران كان بندق عند ياتو كرمبل وغرلوم ده بس إلا هو راب خلاص النصار سيمو أرسل لي النصار تنين من هناك جو سألو قوران والكاتب معايا وكل شيء خلاص كل سيمي ده سوى دليل كي جاء قتل لي النصراني الوايد رابع رابع هيا دواس انكسر رابع الثاني قوران ركب في هجر أنا قوري ده هجر كنو ده ده كله في الدريب النصار في الدريب النصار نعم خلاص أخت قال لي كي مثلك أنت تترك فرس هجر ده أنت سلطان هنا تقلوه أخت لي قوران أخت لي قوران يدله بجوار جوار ده الوراكي فوق ده بجاي 11 قرآن بجاي 11 قرآن هو راكب في الجوار ده لشنو حجاب ولا حجاب خلاص رابع سوى هي لك جاء دربه لقورن لقورن دربه رصاص دخل هنا يقورن دل ده ناس كله بيقوا ما في خلاص شعبه قورن دربه ده دربه دربه أرضه يو مشى لي كسر كي مشى لي مشى لي السمري والقبري والننجري والتمك كلهم لما سووا كرابيج حطوا بلاش خلاص رابي ده ما يجي هنا انت اوقت في مكانك ده كان جاد عنين بس نداوزه حمولي قورا ليه قورا شالوا ودو مكتة في كما كده ما يخلي ما يخلي خلاص هم وقت جاء شافوا ناس دي بيقوا شداد ده خلاص هو كله خلى قبل بجاي قبل جاء لغاية ما يلو ده يا مشى ليه سلطان انا أنا لقول قال لي أنا جاي سلطان أنا لقول قال كي أنا ما نداوسك أما ما تجينا شالو حتب كبار كبار حتب في خشم البار تكي في الليل ده قطع عليه حتب بس هو مثل مركبة حتى بناديق أو حاجات ده كله فوق نقلو بالليل ده كله أخلص قطع هنا قطع مشى ده سلطان قبران سلطان ده رابي رابي هزار رابي مشى قتل لي سلطان أنا لقول وقتل وكيلة وهو دخل في بيت أنا السلطان وكيل كل دخل في بيت انا وكيل انا سلطان ده اوين انا سلطان اربع ده كله شالم ده كل شال اوين انا سلطان ثلاثه شالم كسبام كسبام خلاص قاعد في لجو قورن كمان سوا الرصاص ده دخل قاعد ليه زول وايد ده هسه كل اياله في ما ماتوا مشى مرق علي يا تو ده يمرق علي الرصاص ده قال لي انا نمرق الرصاص ده انا لمسته شفت انا مرق لكن قال لي قورن تعال هل في قران كان رصاص ده مهركته ومات كل ما أنا قتلته كان ما كده أنا ما نقدر أنتوا تقتلوني تقولوا أنا بس قتلته قالوا لا أمرقة أمرقة ما أنت حلفوا حتى هو جاء مرقة جاء كربلاء الرصاص ده مرقة رصاص أنا الزمن طويل مرقة لي رصاص فتشوا دين أنا شنو أنا فار
سو كده دينا نفر اه فار ده بس بشوري دينا شيء 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 شهمان اه شهمان ابو فور شيء 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 لما بيك تسبوا له في الوارا في الوارا اه كله قاعد ده حتى فجاه قد قاعد قدام بقول لك شيفني كي اني ده ولا باكيت قال يا سلطان انت تبكي مره مش قال ابدا شيء ما في ده ما تجيبه في عقلك كله خلاص يا داو من داو اللي قافي قام بتنجح لما اسكره جاء قاعد في بقمن جاء قاعد في بقمن بقمن عند كرنك والوطجو خلاص رابي من هناك سمي ده كسر جالك يا في بقمن في الليل ده بدق ولم درنجل وصوه مثل قصور فوق رابي هذول رابي هذول حسن الوكيل ده ركب فوق كان نادم من الكرنك قال مارك برا بس هو بدور بره زول كان مارك من الكرنك بس هو يدور بره خلاص بكان ده أكل كله ما فيه والبحر كله ما تقدر تمشي ماشي بس بدوره بدوره خلاص أبو لي آمد خلو ملا ده جدة لي آمد خلو ملا ها يا تو ولي آمد الله ذاته أيوة خلاص أبو لي أحمد أبو لي آمد خلو ملا أيوة وما أما اللي أحمد قل ملا ده ما بني سلطان أيوة أتوا هو جدة ده أبو ده قال ليه كي سلطان أنتني خاتمك ده خاتم أنا فدة قال زول ده كم ما فدة ما يموت جيب خاتمك إن شاء الله خاتم ده دقة دس في البندق ده كي بيجي مارن سوى ليه دين بيجي مارن بندس وبمرك قال ليه خلاص أم باكر الجمعة ده هو يموت كم ما فدة ده ما يأكل ما يأكل عنده حجاب خلاص هو كله ما سوداني هو كله شريف بعرفه نعم ها هو ذاته شريف فخلاص قال لي يا سلطان اوري لي من ابيدك ده واحد يمر كان جاي دربه ده كان قمه فوق دربه ده انا دربه لزول ده يا اوري لي ابدا انت شيل خلق ازرق ده مثل تمرك السلطان تقتلني ما لا ما تموت يلا امرك ما سي خلاص ما يا سلطان قال ده كان كله بمشي بس خلاص مرق مرق مثل ماشي كده يا حسن الوكيل ده قمه فوق شال بندقيته قمه بالبشير بالدربه ده يا ابو لي احمد قول من اللي ضربه بك في راسه في راسه هو قال لك وما قدر ضربه لل ما قدر قبل هو يقوم يقول لي ناشنا ده خلاص هو ده ضربه من ضربه شركه السواكي فوق ده في الاود ده قال لك مثل ده لكن هذا يشيله ده 3 يوم رابي دول بدوروا رابي دول بدوروا قورن دول بدوروا قورن دول خلاص هم الناس ما عندهم قدره خلاص ايوه بكان قريب 100 وكم نادم مات في شان على الوكيل في شان اللي بيشولوا ده بس هي هم منعوا جو شالوا ناس رابطوا شالوا ودوا مكتبة اللي لقون برنينا خلاص رابع النصارى جو جايين دارين توا يجوا هم ده معهم كره 3 في الاخير ده جابوا رصاص من بنجي في باتو باتو دوكاكي 3 جاي بيجيب رصاص ده هنا بيجيب عليه قورة بيجيب عليه قورة الأول فات الثاني كله فات الثالث ده جورو مشي أورو قالوا له باتو مثل ده أنا نصارى جاي هي مرقى ناسا مشوا ده ليه باتو ده ضربه انكسر ورصاص ده ما أنا ما يبقى سوا رصاص أنا نصارى وكي ده مسكتون نصارى بندق بنارو مسكتون بشيء أب 3 ما أنا ما يبقى سوا زيادة من حقه زيادة من حقه رصاص ذاته كبير ما بقدر بندس ليه دفقه في البار والباتو انكسر حس كله بنغلما اللي هو بيقول له بنغلما ده الباتو ده حس كله شكفته أنكون قايت ما باتو أنا النصارى أنا النصارى ده والأسكر مش جابوه من سنغال مالي وبوركينا وسنغال وغيني دول يلا يوم أسكر ده من هناك شالوا جايبين بلاتشر خلاص بكان ده السلطان كله قورا كله قوة الناس كله بيجي لها الدي والننجري والقبلي والسارة والياتو كله لموا لها خلاص وكل شال توا شنا لها ياتو جاي 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 هنا في قويدة جاب 5000 جوال قورا والنصارى مشوا جابوا عسكر من مالي خلاص جو لموا هنا شاوروا هنا حسن سو كيف النصارى ده قال كي
نهاجمو فجر. هو قاوران قال لهم كان نهاجمو ده ما نهاجمو أنكي. كدمول يعني كدمول جابوا لي من تركيا ده أحمر تلولو في راسك أي عسكري عندك كدمول في راسك. قاموا في الليل مشوا للشجرة طلع ده يقطعوا راسه ويلولو له كدمول. يمشي هناك كله يقطعوا ويلولو كدمول. هناك كله يقطعوا ويلولو بعيد بعيد مثل عسكري يعني قاعدين. وقريب الصباح هجموا. خلاص من هجموا ده وسمي ده وفي رجل. من سمي ده خلاص قام لهم. شديد جاي لهم. ايوه. بندق ده رتت 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 النصارى كان بيقول لهم قبل ورا عسكر هنا النصارى ده 25 بس الباقيين ما داوسوا صبهم قاعدين سكور بس الداوسوا ده 25 بس النصارى الداوسوا النصارى ها العسكر دول ده ده مش اميل جانتي ايوه خلاص جو 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 قريب مع البار ده النط جاي المي ده هناك قدام شيا هو قال خلاص انا طردتهم وذات النط جاي جاي قال النصارى ده هم كم قالوا هم اثنين أنا نمشي نقتل النت بجاي يتيري نصراني دقائد في الكركة وفوق يقال فيه يلا ضربهم رتتتتتت بندق دماشي رفال زمان أنا أمد إلا وايد وايد دو دماشي رفال يا صادفة 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 لرابي وقع ناس دول رابي وقع رابي وقع كل أرضه قبله في قرم جو أيوة. خلاص تريه وقع ده تمن جيت ده فيه ده رقد فوقك بندق بندق ها لبربر اقول خلاص راقد فوق قوران قالوا ترابي واقع راقد واقع شال جواده كب 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 جا ماشي قال بشيفه جاء لقيا واقيتين قال لي شيف راجل السمي ده ها راجل السمي راسه كبير شيف ده قوران ده قوران بداوي سو ما ترى واحد ما شافه رابي قال شافه اربع مرات لكن هو ما شافه لي قوران قوران ما لي رابي ما شافه شيب راجل السمي ده بيش أنا بات ده بس مشى ماد مع رابي ساكت كي هو كان بس متك ما مات فات قوران فات مشى قدام كي يا النصراني مين ينقضى جالك يا أبدا ده انت سخان أنا نهاس أبدا لرابي أبدا لرابي هم كان بيقول سخان أنا دهب لكن ما دهب ونهاس بس سخان كبير مثل ده وأبي ده كل أملز يقال لي ايه ده وين سيدك ده قال سيدي ده مات عليه هناك تيري واقع هناك هناك النصراني اللي كان ماشي وبفكر ماشي وفكر كده شافه إرفا شافه واقع تيد شافه واقع تيد إرفا هو ما خلق ده انت جيب هني وهني ناس كله مثل ده خلق أنا رابع خلق أنا رابع ده ناس ده كله جيوبه هني وهني هو كله هنا مثل ده ما بينفصل لكن شافه بس إرفا راسه كبير وشنباته ده مثل يروتهم هني خلاص شافه ليه رابع ده يوقف صلى ياتو فوتو انا شاله في الفوتو كب شاله جا قال شغلبو نشيله شغلبو شاله كب ده يقمر ايه ضرب لي النصراني للنصراني بيشيل ها بيشيله ده ضرب يا النصراني ده وقع يا الاخر ده جا تمام لي رابي تمام بق 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 ضربه وجابو كوب كوب قطعوا راسه ده حاضر بس جابوا إبرة تعانو راسه تعانو ودسوا في ميسيت أنا أذكر أنا من زمان ده دسوا في ميسيت ده جروا فوق بالجوات خلاص إنه بيا بانجي يودو تعانو إبرة عشان ما يعفن زمان ما المملكة ده في تعي هناك خلاص جروا السلطان النصارى كلهم أيوة. قروا هناك ها أيوة خلاص ودو وقال لي ليه قوران كرو لي رابي رزق له في قلبي قوران قال لا هو إسلامي هو بيسلم أنا زبون لا أبيده ده قال لي زول واي جوب لي خلق عندهم خلق ده زمان ده قبب كي ساكت بس وبشرطه من أسد بس وخلوا لي فتيك بس يتلبس كي بس زمن ما أقول قال ما في يقال جوبه خلق ده يجابه خلق ده كفنوا بيا لولو فوقا حفروا لي نقرة قورا واقب بي جوايدة ده لما دفنوا يلفوا ماشين ده يا الكركة وهو انهدم فوق طوالي انهدم انهدم في راسه بس مرة واحد ده قدرت الإلهك بس يا خلاص قوران توا قبلوا جو قوران ده جاء قعد في ياتو ده 3 شهر أما اللي قوران كله ماتت في قوي هنا بس كل قبورة قاعد نعرف نمشي نجيب فوق هيا توا فدلوا النصارى
للسنغال ده هسه فدوا له هيني ده كل سبوم هناك السنغال في كشم البار وماليين دول كمان جابوهم هيني في اللي سنغال هنا سنغال تسمى ده اها هم كمان جو هسه قاعدوا هنا هيا خلاص موت انا الجوره قالوا لي انت اقعد هنا اقعد هنا ده ما نقعد يا نصارى من هناك ده لجوران قالوا له يقعد في انجمين هنا اه اقعد ما يقعد اول ده هناك بس شغل هنا ده اللي ما في خلاص بكان ده النصارى قالوا خلاص ما تدور ده امشي يمشى حتى تشكنا ده اول تشكنا ده ما هله مشى قاعد في تشكنا اول ده الهله ده هناك التراب ده بقول له تراب مرقو ايوه ده انجمينا هنا انجمينا ده بقول له تراب مرقو وهني بقول له جنبانغاتو ده اوتيل لاتشاديان ده ايوه ده جنبانغاتو ده جنبانغاتو وهني البوست ده بقول له وتبانو ده بكلام تركيا كلام انا بند دول بقول وتبانو وهني كمان جنب البار وهني هناك ده كمان جنبانغات وهني جنب البحر وهني ده وكي جو هني في غردولة ده ترى دوم لناس ده أمشي أقوده هناك بيت هناك قال أنا جل قوده بس النصارى يا ترى دوم ها النصارى يا ترى دوم هم بنو بكان ده خلاص يجابوا مني هاتوا السركبة الجستيز الأول ده هنام هم جابوهم في ردينا مما هلا الجستيز الهسا كسروه كسروه ده تريزور فوق وخشم كان كبر الهسا الدلو ده بس السوق هم جابوهم في ريدينا سنة آخر قال نقبلوه قال لا 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 فكان ده ريدينا السوق زمان في محل الكاندي مارتيرا كاندي مارتيرا التمرق ماشي اللي في الزداز ده أيوة. ده بس هنا بس ده السوق أنا فرلامي كله السوق أنا فرلامي أرضيباي كبيرة في مكان ده أيوة أنتوا كله هدرتوه أنا كله هدرنا قريب ده أنسين كان كاد ده كله قاعد أيوة. أرضيباي ده قريب ده كله قاعد أها هم قالوا عنينا ما نمشوا ما تمشوا هم بندا ما سركبت الدواس وبيناتهم البندا مش قاعد هنا قال ما ياكله قال جريد من دواس ايوه والبندا البندا كان فضله في ريدينا هذا سركبه ان سركبه فضله في ريدينا هم جو سوا ويا هرجو اي غورنج قال لا لا ماكي ليه سركبه مش انت بكره البندا كان ودان في كليس بكره ده بكلام سركبه ده يعني بار المرق ده البندا كان ودان في كليس مش حتى في كليس ده كله غورنج بس غورنج بس أيوة. ما وته ده كل هنا ده الكتكو قاعدين لكن هو بس حاكم هل هنا ما في الا شقوى شقوى الهسه قاعد ده من زمان قاعد وهو يا تو قوي ده قوي ما عنده 1700 سنه قوي هسه قاعد قبل النبي عيسى دول وتراب الهسه ملم في الدرب انا لا ماجد ايوه ما تراب الملم ده ايوه سياده ده ساو ده مات هنا ومات امسيا اخوا ايال هسه قاعدين في زافاي كل واحد منا يتمشي ماني ده ايوه ديل هم اما ماني ده هم جو من شاوي جو من مكتا هم ما ناسين مثل ده تو بعت كاتولا رابح خلصتوا الهل خدتوها فرلامي والناس بدوا بلوموا شيء كلا هدي كونوا هسه انجمينا في حاله ما لموا ده فرلومي ومشي سمبو كما ودوا في فرسمبو ياكو كاكا كل بيجي ما في بيجو فرسمبو وهنا كان فرلمي اما هي اللي زمان ده الا لاي لاي دي هي اللي مدن من زمان لاي وين لاي الوادي كل بس ايوه لاي دي مدن من زمان ما اليوم يا سلام ودوبا كل الالماي حطوها والميه ده بعدين بكمل هي خلوه اول في تنجلي ده يا سلام هسه كل قمام ده مدفون في تنجلي ده مثل ده شكرا جزيلا السيد والاب والجد محمد عز الدين ابكر على المعلومات اللي قدمتها لنا فيما يخص الحلقة الخاصة اللي تخص دواس هنا رابح مع النصارى وكتلان هنا رابح ودخول النصارى هنا في فرلامي وختان هنا فرلامي والهلال القديمة في فرلامي الحالية بقت أنجمينا نشكرك كثير وإن شاء الله في وقت آخر كله يعني نستضيفوك عشان تقدم لنا معلومات تاريخية مهمة بالنسبة للناس عشان يستفيدوا منها المشاهدين الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الخاصة التي تتعلق برابح فضل الله ودخول الاستعمار الفرنسي في تشاد وإلى أن نلتقي معكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you.